وصلنا إلى الجزء الأخير من هذا الحوار، وصلنا إلى محطة مهمة وخطيرة، وهي كيف يمكن تحقيق الأمن المنشود، وهو الملف الذي يعرض على أي رئيس سوف يحكم البلاد، كيف يمكن تحقيق هذا الملف دون العودة إلى فكرة الدولة البوليسية أو أن تصبح البلاد دولة عسكرية. سؤال أيضا لحضرتك. الحقيقة اللي خليني أسبق هذه المخاوف هي أن أنا أتبنى كحكومة الأول، وطبعا الكلام ده يبقى معلن، لأن أنا برضو أتفق مع سيادة اللواء على مسألة أن الإعلام مهم جدا في المرحلة ديت، والإعلام بالفعل ليه دور هايل بعيدا عن بعض سلبياته أو بعض سطحيته في المعالجات أو الكلام ده، لكن ما وصلناش للمرحلة أن احنا نتحدث مثل هذا الحديث في برنامج تلفزيوني، إلا دور الإعلام أن احنا نتكلم على متاعب الشرطة وعلى المطلوب من الشرطة وعلى التصحيحات. فتبني الحكومة الحقيقة، وأنا أقصد أقول كلمة الحكومة لأنها مجموعة من الأجهزة ومجموعة من الوزارات، وطبعا على رأسها وزارة الداخلية، لأن أنا داخل على مشروع أمني إن أنا أتبنى تحديث جهاز الشرطة بقى ببرامج تحديثية طويلة المدى، هي دي اللي تبعدني عن مسألة إن أنا أكون متخوف من موضوع الدولة البوليسية. أنا بتفق مع اللواء نور طبعا، لا في يعني ما فيش ضابط سادي وما فيش ضابط بيتلذذ وما فيش ضابط، بالعكس ده هو بيستغرق في هذا لقلة الإمكانيات ولقلة الوقت ولقلة العدد اللي بيشتغل معاه. هندي أو أنا معني الحقيقة النهاردة في هذا، بما أننا بندي زي نصائح كده لأجزاء مهمة جدا جوه وزارة الداخلية، لو دخلت على مشروع تطوير زي ما بيحصل مع الشركات الكبرى بيجيبوا لهم خبير لإدارة الموارد البشرية، بيخش أول حاجة في إدارة أو تطوير الشركة اللي وقع في أزمة، ولو هنعتبر أن وزارة الداخلية بالفعل هي وقع في أزمة ووطنها في أزمة، اللي طالب منها أنها تحقق له أمن، وطنها بيشتكي من بعض العيوب ومن بعض المخاوف الأمنية الواضحة جدا، بنسميها انفلات وبنسميها ارتفاع نسب الجرائم وبنسميها البلطجية وقلناها في الحلقة. أنا بقى بعالجها كإدارة موارد بشرية بحلول أظنها حان وقتها الحقيقي، وده اللي بقول عليه يخرج بينا خالص من موضوع المخاوف، إن أنا أخش أطور منظومة الأفراد بالكامل. تطوير هياخد مثلا على مدار 5 سنين، وبقول الكلام دوت للمواطنين، أنا داخل أعمل إعادة تأهيل، أكتر الأعداد، الأول هشوف الأعداد كافية ولا لا، بعد كده اكتشف إنها مش كافية وإنها عجز فادح، دي معلومات لا يعلمها المواطن، لابد إن أنا أقول له عجز فادح من أول جندي الشرطة لفرد الشرطة أمين أو رقيب أو شرطي لغاية ضابط الشرطة، عجز غير عادي لا يتصوره حد. تلت المعدل العالمي، يعني تلت المعدل العالمي، شايف حضرتك النسبة عاملة من تسمع الكثافة من المساعدة والوزير هو فضل من الكثافة السكانية والرقى والمساحة المرور، تلت المعدل العالمي. أما تبقى عايز النتيجة بتشتغل بتلت، يبقى لازم على طول مباشرة تبص إن أنت هي دي ضخ الميزانيات. ضخ الميزانيات دي مش هوديها لأن أنا هدي الضابط 1000 جنيه زيادة في مرتبه، لا، ده أنا هستحدث وظائف همولها من التمويل الحكومي، إن أنا بدل الضابط يبقى 10 ضباط بيشتغل، بدل أمين الشرطة يبقى 15 أمين شرطة، بدل المجند اللي هو في التجنيد الإجباري لا أستبدله بعنصر آخر يبقى عنصر مدرب، بلاش مجند خالص، بالظبط كده. يعني إحنا ده الفكر بتاع إدارة الموارد البشرية، لجنة حقيقية محترفة، ناس محترفين في إدارة الموارد البشرية يبتدي يوظف لك الوظائف، يوظف لك يحدد الوظائف، يديها تسميات جديدة، يبدأ ياخد متطلبات، يقعد مع سيادة اللواء، خبير اشتغلت مساعد اول وزير، انت عايز ايه في مديريتك؟ فالسيد الوزير مساعد الوزير يقول له انا عايز في مديريتي طلبات ايه، انا خبير اداره موارد بشريه اقول له سياده اللواء بعد اسبوع انا ذاكرت طلباتك، انت محتاج 200 ضابط، محتاج 500 فرد، محتاج 1000 عسكري مدرب او 1000 جندي مدرب، وهو سياده اللواء اللي هينفذ له ده، هم ميزانيه الحكومه. نخش بعد كده بعد ما نحط هذه الطفرة الإدارية الكبيرة جدا في الأفراد، إن أنا أخد الأفراد ديت وأعمل لهم برامج تدريب وتأهيل، يبقى هو سابق، زي ما كان برضو السيادة اللي هو بيقول مش ممكن يكون واقف بطبنجة 9 ملي وداخل عليه واحد 9 برشاش برشاش آلي، يعني هذا ده على مستوى السلاح، لكن تعالى بقى حضرتك على مستوى التدريب، قلة العدد أول حاجة بتأثر وبتسمع فيها سلبيا على طول هي إن هو بجور على وقت التدريب بتاعه،
بدل ما يبقى معدل التدريب برضو العالمي انه يتدرب كل شهر مرة، انا بدربه كل 6 شهور مرة لاني ما عنديش بديله وعندي نقص في ده. لو حققت الكم ده اخد بيه وحقق بيه طفرات، يمكن ده مش ظاهر قوي في الضباط علشان انا شوية قادر الاحق مع الضباط تدريب، لكن عندي مشكلة حقيقية في الافراد، الافراد المعاونين للضباط. لا ومنتهى الصراحة أيوة. متك على تشغيل الضباط. ايوه الضباط بيشغل 12 ساعة 18 ساعة، بيخلص، لكن ما تقدرش تشغل الفرد كده. عشان أنا يعني طفر التدريب لكل هذه الكتلة بعد ما فيها حقها أبدأ أخدها بطفر التدريب طويلة قصيرة المدى وطويلة، هاخد نتائج إيجابية في خلال من 3 لـ5 سنوات. طب عشان الوقت تقريبا يقارب على الانتهاء، التنسيق في المرحلة المقبلة ما بين الشرطة والجيش كان في فترات كان في إشكاليات، يمكن قبل الثورة، من ميزات الثورة في يناير واللي حصل بعد كده إن علاقة الجيش والشرطة الداخلية بينهم وبين بعض تحسنت للغاية، كانوا كأنهم مركزين للقوة في حالة استقطاب وفي حالة صراع مع بعضهم. المرحلة اللي جاية تحتاج علاقة شكلها إيه بين الجيش والشرطة؟ يعني هي محتاجة قطعا أكبر قدر من التعاون بين الجيش والشرطة. يبقى أن مهمة الأمن الداخلي مسؤولية الشرطة، والدفاع الأمن الدفاعي مسؤولية القوات المسلحة، ولكن كل منهم يساعد الآخر، وده عن طريق الاتصال المباشر ووضع خطط مشتركة، بمعنى أنه يعني مش بس هنتزاور يعني ونتبادل التمنيات الطيبة، وإنما بنحط خطة إزاي نساعد بعض، وبناء عليه بنقدر نقدم حتى هذه الخطة لمجلس الوزراء عشان إذا كان محتاج لمساعدة. وأعتقد أن هنا جزء مهم لابد أن نقول دور بقية الوزارات إيه، لأن في رأيي أن أحد مشاكل الشرطة أن كانت هي بتتحمل كل عيوب الوزارات الأخرى، كل ما مشكلة يعني أي إخفاق في الحكومة بيتصدر للشرطة ويقول له روح واجه الحل أرخص. هنا أعتقد أن التعاون بين الجيش والشرطة في الحكاية دي هيقدر يحل كتير منها، وخصوصا إذا كان المسؤول هيبقى له دراية بالجانب العسكري. عايز أقول حاجة أعمل بيه. طب 10 ثواني. إن مش كل اللي حصل في الانفلات اللي فات ده شر بعد الثورة، إحنا أهم حاجة إن إحنا استعدنا تاني حب الجماهير وثقتها فينا، واستعدنا العلاقة الطيبة جدا مع القوات المسلحة، ظهر في تأمين الأقباط في أعيادهم وتأمين الاستفتاء ومستمرة على طول، دي أهم حاجتين عملناهم فقط. في نهاية هذه الحلقة بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، بنقول للسادة المشاهدين تصبح على خير وليحفظ الله مصر من كل سوء. Thank you.